أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: رجل توضأ ومسح على خفيه ثم نزع الخفين ولم يحدث، فهل له أن يصلي بالمسح أم عليه أن يتوضأ للصلاة؟ لا يصلي بعد الخلع، لا يصلي وقد مسح على الخفين، لأنه خلع الممسوح عليه وظهرت الرجلان فبطل وضوءه، لأن الرخصة زال محلها. نعم.